الديجيتال سيرفرز مجموعه جديده صارت من السيرفرز فيها بيتر سيستمز مثلا فيها A to D كونفرتر. انا لو ديجيتال كونفرتر فهذا بعطيني ريزولوشن بقدر احدد لي الريزولوشن والريزولوشن محدده بعدد البيتس اللي موجوده في الاي تو دي كونفرتر فالريزولوشن راح تكون تساوي 1 على 2 تو دي مش هيك؟ ان اللي هي عدد البيتس اللي موجوده هون فهذا بعطيني فكره عن الريزولوشن اللي موجوده بهذا السيستم كمان الديجيتال سيرفوز البروجرامبل فالاشياء اللي شفناها قبل شوي كانت ثابته، يعني الزاويه هاي مثلا والزاويه هاي والزمن بينهم ممكن صار يتغير فممكن اعمل ابرمج انجلز تايمز وبعدين ميزته انه في سبيد كنترول. والشيء الاخير انه ممكن يعمل لي مالتي تيرن. يعني لاحظوا هناك احنا في الانالوج سيرف في الانالوج سيرف هون كانت الزاويه عندنا محدوده تقريبا من 0 ل 180 هون صرنا نعمل مالتي تيرن نتحكم بالسرعه ونلف عدد من اللفات اللي يلف باستمرار اتحكم فيه بالسرعه بس هذا موجود بس بالديجيتال سيرفرز الحديثه ما موجوده بالانالوج الانواع القديمه اللي موجوده هون. من الاشياء اللي نتذكرها باختيار السيرفو حكيت لكم عن الجيرنج، الجيرنج ممكن يكون ميتاليك ممكن يكون بلاستيك طبعا هذا بيعتمد على سعره وحجمه وما وبالانالوج سيرفوز عندي ثلاث اسلاك انا بعرف الديجيتال سيرفوز اذا معقده اكثر من هيك بس هاي في نفس الشيء الديجيتال سيرفو نفس الشيء تبع الفيدباك ايش عفوا؟ تبع الفيدباك بيجمع فيدباك في بدون فيدباك في فيدباك فبتقدر تطلع منه فيدباك وتاخذ منه زاويه هاي اوكي خلينا نشوف هلا الفيديو